ولكل شخص له مشاعر تجاهنا كأشخاص ذوي إعاقة، وشكرا جزيلا له. شكرا مجدي زيادني على هذه الكلمة الواضحة المطالب. الإداريين عندنا على سبيل المثال رئيس اتحاد جمعية ذوي الإعاقة في محافظة طول كرم سابقا، والآن رئيس قسم في الجامعة، رئيس قسم الإقرار تابع لعمل شؤون الطلابية، الدكتور حسام بلعاوي أحد المحاضرين في الجامعة. هذا الاحتفال اللي ينظم من قبل جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية والهلال الأحمر الفلسطيني بالتعاون مع جامعة فلسطين التقنية خضوري ومع مؤسسات مجتمعية عديدة، العديد من المجالس البلدية في المحافظة من بلدية طول كرم إلى بلدية علار إلى دير الغصون إلى عنبتة إلى غيرها، ويضم يعني هذا البرنامج تدريب لمتطوعين ومتطوعات من مناطق نابلس وجنين وطول كرم وقلقيلية، والهدف منه إسناد ذوي الاحتياجات الخاصة بجهد المتطوعين والمتطوعات، وهذا جزء من برنامج التأهيل المجتمعي الذي بدأته الإغاثة الطبية منذ أكثر من 20 عاما، ونؤكد من خلاله التزامنا بتحقيق أقصى قدر من الدعم والإسناد لذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع الفلسطيني، وبما في ذلك ليس فقط تقديم الخدمة وإنما أيضا تطبيق القانون الصادر في هذا الاتجاه. ونحن فخورين ونعتز بما أنجز من عمل، وبالتعاون مع المؤسسات التي تمثل الإخوة ذوي الاحتياجات الخاصة والأخوات، ونأمل أن نتعاون أكثر لتحقيق المزيد في المستقبل إن شاء الله. من كلجنة محافظة عامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة دور جمعية الإغاثة الطبية وبالتعاون مع جامعة خضوري قيامهم بافتتاح دورة تدريبية لعاملات التأهيل المجتمعي برنامج سي بي آر في جمعية الإغاثة الطبية، وعليه فنحن كاتحاد وكمؤسسات نثمن دورهم وسندعمهم وسنقوم بمؤازرتهم بما يحتاجون، وسنقف إلى كل من يقف لجانب الأشخاص ذوي الإعاقة في استحقاق حقوقهم المتمثلة بتطبيق القانون رقم 4 لعام 99. شكرا لكم.